دليل الحسابات الموجود عندي في البرنامج واللي مكون هنا من 27 حساب، ده دليل بيجي بشكل أوتوماتيكي مع تنزيل البرنامج لأول مرة، وهنشوف إزاي إحنا نعدل في الدليل دوت ونبدأ نضيف فيه ونحذف فيه. هنلاحظ هنا على اليسار قدام كل حساب فيه 3 أزرار رئيسية: زر بيعرض لي الحساب، زر بيخليني أقدر أعدل في بيانات الحساب، زر أقدر أحذف في الحساب. الزر اللي هو زر الحذف دوت بجده في بعض الحسابات مش موجود، ده معناه الحساب ده حساب محجوز ولا يمكن حذفه. ففي حسابات رئيسية محجوزة في البرنامج بيتم عليها حركات بشكل اوتوماتيك، فعشان كده ما بنقدرش ان احنا نحذفها. الجزء اللي هو خاص بالارقام والارصدة اللي موجودة عندي، عندي الرصيد الافتتاحي والارصدة الافتتاحية دي هندخل الحسابات بشكل يدوي كارصدة افتتاحية، عندي اجمالي المدين والدائن دي بيتم حسابهم من خلال الحركات، والرصيد اللي هو عبارة عن الرصيد الافتتاحي